يسلم والدين. الله يسلمك يا رب. كتر خيركم، والله فضلتوا على راسي. دعينا سيدنا. الله ينصركم والرب يسوع يحميكم. دير بالك على حالك يا ابني. ان شاء الله. يلا بخاطر. لك وين رايح هاد؟ ما بيصير يروح، جرحه عم ينزف لسه. هذا الزلم اللي حكيتي لي عنه؟ ايه هو. عفواً، عم تناديلي إلي يا أختي؟ أنت اسمك وضاح؟ إيه نعم، أنا وضاح. بتعرف العليا؟ عليا؟ لا، ما بعرف حدا اسمه عليا. عليا، هلأ لما سمعت اسمك غمت، أكيد بتعرفها. هي قالت اسمي؟ إيه إيه، قالت وضاح. الله عليك يا ابو رضا. ايه والله، الله يرحمه. يا جماعه كان دائما يدعي لربه انه الله يطعمه الشهاده، والله سبحانه وتعالى استجاب دعوته. هذا الوقت شو جاي يسوي هو؟ السلام عليكم يا رجال. والله ما حدا بيقول، حلفت عليكم بالله. ما بيصيرك. أسلم الله وأجركم عليك. أسلم الله وسعيكم. الله وسعيكم. والله تقطع قلبنا عليك. الله سبحانه. نقرا الفاتحة بمعيدكم. آمين آمين. تفضل عمي. يا والله. رحت بدي اجيب وضاح ابن عمتي معي، ما لقيته يا جماعه. قلت لحالي اهل الحاره كلياتهم جايين عم يعزوه. إيه ما حلوه هو كمان ما يجي يعزي، بس قال راح على مزرعتهم. يا إيه والله ابن عمي عبده شغل لي بالي عليكم خير الله. ليش بقى؟ لانه قال لي انه طلعتوا من الضيعه من امبارح، وابن عمتي وضاح قال لي انكم رحتوا على الكسوه. بقت لحالي منه بتطمن عليكم ومنه بنعزي وبناخذ بالخاطر. ايه مزبوط، كنا رايحين على الكسوه، في عنا سباق خيل بس أجلنا. عليا قصدي رويدا، ابقي زورينا. اي اكيد، وانتو كمان تعوا عنا وزورونا. يلا بخاطركم يا جماعه وادعوا لنا. الرب يحفظكم. الله يحميكم. الله يحميكم. يلا بخاطركم. خاطركم. مع السلامه. العذرة تحميك يا هيك. لك يا وضاح فندي، بدك تورطني مع الداخلية مثل الشباب الكسوي وهن بيطلعوا بالضيعة. ايه بسيطة، كل شيء بوقته حلو. لك بس ما لهذا القصة، لأنه وضاح وشاهر وباقي الشلة عرفانين إني عم بتعامل مع الداخلية.
السلام عليكم. السلام عليكم. سهلين. وعليكم السلام. أهلين صهري. أهلين صهري. وضح لي هلا ما رجعين. شو هالحكي؟ ولي على قامتي يعني وقت طلع امبارح المغرب هلا ما رجع؟ ما رجع اختي، ما رجع. ضليت ناطره طول الليل هلا ما رجع. يبعث لي حمى ان شاء الله. قال رايح مشواره وراجع. والله قلبي كان حاسس انه مشواره بهللت فيه قلنا. طيب بركدا كان رايح حضيعة ابو محمد مشان تعزايه؟ كان قلنا. ليش حتى يخبي علينا؟ ايه صحيح كان قلنا. هلا عرفت انا وين ممكن يكون. وين؟ بالمزرعه. هلا بدي ندور عليه. شبك ابن عمي في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس عم فكر يعني وين بده يكون راح. يعني هو امبارح ما قال لك لوين بده يروح؟ لا والله ما قال لي. طيب شو كنت عم تحكي انت وياه قبل ما يروح امبارح؟ خلصنا بقى، قلت لك في شغله بيني وبينه. خلصنا. انا راح اروح على المزرعه ادور عليه. وانا بروح معك عمي. ما بيروح على المزرعه بدون ما يقلنا. يا دخيل الله شو بتضل معسره. اتركه لعبده يروح يتفقده. روح عمتي، روح انت. يلا لك عن. انا راح اروح جيب الفرس واجي. بدني معك. طولوا بالكم. لك يا عمي طولوا بالكم شوي. اتركوا يروحوا. شو خسران انت ابن عمي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شرف عمي. شرف. اخ يا وضاح، لو تعرف قديش قاسيت وتعذبت بغيابك. بس بعمري ما كنت صدق انه بعيد الشر يكون صاير لك شيء. انت كنت عايش بقلبي، كنت شوفك اليوم بمنامي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. المهم هلا اللي انت شو صار معك بعدين؟ هلا مو وقتها، بكره بحكي لك وبتحكي لي لحتى تقولي حاجة. حتى بنحكي لاولادنا اذا بدي. اولاد؟ يبعت لي حمى. ما قلت لك نحن اجانا ولد. صدقكم بعرف، اهلك خبروني. يلا بكره الله بيعوضنا باحسن. امين يا رب. يلا قوم خلينا نروح. لا لسه بكير، بدنا نصلي صلاة المغرب، بعدين ما بدي فوت على الحارة بالنهار. ليش؟ بكره اذا دروا اهل الحارة انك جيتي كلهم راح يلتموا. النسوان بدهم يجوا يباركوا لك، ورجال بدهم يهنوني بسلامتك. ما بدي حدا يشغلني عنك بهالليلة. يعني ما بدك تخليني اشوف امي واخواتي اليوم؟ لا بتشوفيها، بتشوفيها بكره. بعدين ما قلت لك انه صارت منيحة وبتحكي وتمشي ولا احلى من هيك. توبر قلبي شو مشتاقت لها هي واخواتي. يلا لقوم اتوضى من هالنهر وصلي صلاة المغرب. وقعت لي حمى. لساتها عم تجعها؟ لا لا ما فيها شيء، بسيطة. سلامة قلبك. معقول يكون مرق من هون؟ بس ما يكونوا العساكر الفرنساوية ماسكينه. لا الشباب أكدوا لي إنه العسكر اللي لحقوه رجعوا ما جابوه. عليه بالشباب. بيت أهلي. عاوزين شي يا شباب؟ الدير موجود، إذا عاوزين شي قولوا لي. والله إذا في شربة مي نشرب ونسقي هالخيل. إيه تكرم عيونكم. منين الشباب؟ من الشام. من الشام. أهلا وسهلا. لوين رايحين؟ والله عم دور على زلمة. انتوا كنتوا علقانين مع الفرنساوي امبارح؟ زلمتكم اسمه وضاح؟ ايه شفت لنا اياه. بتعرفوا بتعرف وينه؟ زلمتكم اجانا امبارح مصوب برجله، حكمناه وضمضنا له الجرح. الله يبشرك بالخير. وهلا وينه؟ اخذ حرمته وراح. حرمته؟ ايه حرمته. حرمته صار لها عايشه بالدير مع الرهبات اكثر من 6 سنين. اختي؟ اختي صار لها عايشه عنكم 6 سنين؟ اي نعم، ومعززه مكرمه. لك روح الله يطمنك. الله يبشرك بالخير. الله يبارك فيكم. يا الله شو اشتقت لهالبيت ولأهل البيت. اشتقت للزريعة للبحرة. يا الله على مهلك على مهلك تقبرني على مهلك. تعالي عادي جنبي تعالي، كثير اشتقت لك. يا رب يا رب، مثل ما جمعت شملنا أنا وحبيبي تجمع شمل هالعيلة يا رب. آمين يا رب. يا لطيف شو كان الشيطان يوسوس لي، ساعة يوسوس لي إنك تجوزتي ونسيتيني. لا وضح لي تلمسني. رويدا شو بكير؟ جوزك على سنة الله ورسوله. لا لك شلون لا؟ شو بكير رويدا؟ أنا جوزك على سنة الله ورسوله. لك مين عم يدق الباب هلا؟ يلا يلا جاي.
وينك يا رجل انا ابن الدنيا عليك؟ لحالي والله شغلت لي بالي، وين كنت كل هالوقت؟ رحت جبت رويدة وجيت. رويدة؟ هي رويدة يلي صار لكم سنين وايام عم تدوروا عليها وما عرفتوا تجيبوها. وينها هلا؟ ليك شحجوها. بس رويدة ما بصير تجي معنا هون. ليه؟ مو هذا بيتها وانا جوزها. رويدة محرمة عليك. شلون يعني محرمة علي؟ ايه نعم، رويدة مكتوب كتابها على ابن خالك صفوان. شو؟ مثل ما سمعت، رويدة لازم تروح معي هلا. رويدة! رويدة! لك هي حرمتي شلون بتجوزوها لغيري وانا لسه عايش؟ وين كنتي يا خانم؟ وين كنتي؟ لك هيك تطلعي من بيت اهلك وبتجيبي لنا الحكي؟ اختك كانت بمكان طاهر، بيت من بيوت الله. انا وافقت على صفوان مشان يطلع رجلي من الحبس، وكنت ناوي اذبح حالي او اهرب قبل ما يتجوزني. المهم كرنتي انه رجلي يطلع من الحبس. رجلي؟ رجلي فاجره؟ لا يا عمي لا، ما بيصير هالحكي، ما بيجوز. عبدو اختك اشرف من الشرف، خليها تحكي. انت مشان هيك هربتي؟ ايه، لما سالني الشيخ اذا كنت موافقه ولا لا، عبدو كان حاطط السكين على رقبتي. ولك رجلي خلصي عشان ما اضربك كف شنيع فشها. عبدو نزل ايدك احسن ما اكسرها وحملك ياها. بدي طول بالك الله يخليك. هلا بتروح بتجيب شيخ نزيه وبتجيب معك صفوان لهون، بيطلقها وبنكتب كتاب على وضاح. لك يا عمي بركض صفوان ما رضي. لك شلون ما يرضى يعني؟ اي والله بذبحه اذا ما رضي. شلون ما يرضى؟ اذا ما رضي انا اللي بدي اذبحه. يلا يلا شريف عم بحجوب شريف. لك خير شو جايبك لعندي؟ بيقول لي شو جايبني لعندك؟ وضاح مدور على رويدة وملاقيها ومرجعها. شو؟ رويدة رجعت؟ وينها هلا؟ عنده بالبيت. شي؟ لك شلون يعني عنده بالبيت عم محجوب؟ لك المخلوقة حرمتيني أجنبية عليه ما بصير تنكشف النوب. صفوان هنن كلمتين، يا بتروح هلا بتطلقها وبترجع على جوزها، يا أما بتجيبها وبتجي معك لهون. لك أنا جوزها عمي، لك المخلوقة حرمتيني. يعني ما بدك تطلق؟ لا ما في شي من هاد بنوب. ايه لكان خلصنا من السيرة، هلا بتحمل حالك بتروح معي بتجيبها للمخلوقة معك على البيت وفضت يا عراب. ولا لك انت لا تروح منوب، لانه اذا شافك عقد مو زعلان واخذ على خاطره ممكن يوصل. اي ما فشل. لك انا مالي خايف لا منه ولا من ميه من شكله. لك خلصنا بقى صفوان، خلصنا بقى. عم نقول لك اذا ما طلقت للمخلوقه الزلمه جاي لهون، واذا اجى لهون ما تشوفك قله العافيه. هو بتعرف والله بيني وبينك خليني اتصير الشر، روح اتخبى كم يوم بيت ابو نجيب. بس دير بالك، ها بتروح بتجيبها بتحطها عندكم بالبيت. يا ام علي ما علي ما بعرف شو بيطلع مني. ها الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه ابو المر. الله يهنيك برجعه الحرمه. الله يهنيك ويسلمك. وين اختي؟ جوا. طمني يا ابو المر، ان شاء الله جرحك صغير. جرحي؟ اخ يا ابو فهد على جرحي. استني يا خيي، من رحت وتركتينا كل هالسنين. العمى والله وضاح بيتبعني. اهرب يا ولد، اهرب من طريقه احسن لك. وهيك بتخليها معلقة، لا مجوزة ولا مطلقة. خليني اطلع البس واقصها احسن شي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما قالوا لك لوين راح؟ طلع من بعد العشاء وما بيعرف لوين راح. ابو صفوان وين بيكون ابنك هلا؟ والله ما بعرف. وين ما راح رح يرجع، وراح يطلقها ورجله فوق رقبته كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما لقيته؟ قال لساته ما اجى. لك ليش تاخرت لهلا؟ مريت على بيت عمتك ام لطفي وخبرته انه برجعت اختك. ايوه خلاص يا جماعه، معناها الصباح راح. شو شيخي؟ شو نعمل؟ الحل ان الحرمه ترجع لبيت اهلها، وبكره ان شاء الله بنشوفه وبنخليه يطلق. شو اشتقت لك يا عمتي؟ صبري قلبي، وين كنتي يا غالية يا بنت الغالية؟ بهالدنيا يا عمتي بهالدنيا. لك عمتي في حدا له مطرح أحسن من بيت أمه وأبوه؟ يا عمتي أنا لو تركوني بحالي ما كنت طلعت من بيت أهلي. يلا ستي
المهم رجعت لنا بخير وسلامة. مساء الخير عمتي. مساء النور مساء النور، يهنيك بسلامتها. الله يسلمك يا عم. يلا اختي قومي معي. لوين؟ مشان تروحي معنا على البيت. أنا ماني طالعة من هون إلا على المقبرة. شو هالحكي لك أختي؟ مثل ما سمحت. أختي الله يخلي لنا ياكي، ما بدنا مشاكل. لك أخي عبدو ناويلي على نية، وإذا رحت معك نية شو؟ يا علي الحلال ما يمد إيده عليك، الأذبح وعد الله ما خلقه. أختي أنت ما بصير تضلي هون، الناس بتجيب معدلنا مشكل ملون. بتريدي لنا إياها لك أختي؟ بتريديها؟ أكيد لا. هي عمتي بتضلها معي هون، وأنت كمان بتضل هون. لك أختي أنت لساتك على ذمة صفوان، ما بيصير. لك الله يقصف عمرك يا صفوان، الله يقصف عمرك. إلهي بعت لك على وصي فرجلة مين تفرج. طولي بالك عمتي، أخوك حكي مظبوط، لازم تروحي معه على القليلة بين ما هالمقصوف الرقبة يرضى يطلقك. إيه وإذا ما طلقني؟ أختي هلا أنت ما اشتقتي لأمك وعليا ومحجوب وشكرية؟ بلا. شفتي شلون؟ طيب روح جيبهم لهون مشان شوفهم. لا عمتي تقبليني الله يخليكي، روحي أنت شوفيهم وطمني على أمك، والله شفتها بتقطع القلب. لك يا عمتي والله بعرف، والله بعرف، بس كرمال الله فهموني، فهموني من شاء الله. عملكم عبدو ناويلي على نية ما فيني روح. لا تخافي اختي، لا تخافي بنوم، طول ما أنا موجود ما رح يصير غير اللي أنت بدك إياه. يلا اختي، يلا امشي معي. امشي امشي تقبليني يلا. دخلك؟ مرت وضاح رجعت؟ ايه رجعت. غريبة، بعد كل هالسنين وين كانت؟ كانت عايشة بدير للرهبان، عززة وكرمة. يا لا عمتي، بس ما يذبحوها اخواتها. لا لا، نبهنا عليها انا ووضاح، ما حدا يمد ايده عليها. سعيد ذكرت، مو معقولة يساووا لها شي وهي ببيت وضاح. اخطيتي عليها، هي ووضاح كانوا بيحبوا بعض كتير. يا حرام هالبنت شو معذبة بحياتها. هلا مو المشكلة اخواتها، المشكلة هالواطي صفوان ابن عمها. ليش شبه التاني؟ لك مو هي هربت منه لأنه كتب كتابه عليها. ايه وهلا ما بصير ترجع لوضاح غير ليطلقها صفوان، وصفوان ما رح يطلق بالهيين. سعي والله شلون هيك؟ هلا هو يظهر ويبان، وساعتها بخليه بالصرباية يطلقها. مسكينة هالرويدة، والله حزاتها قلال وما بتستاهل إلا كل خير. سعي تقبرني، هلأ أنت صار لك 3 أيام بالعزة؟ لكان لك هذا عزة عبود اللي فدانا بدمه وروحه. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة ويصبر قلب أمه يا رب. آمين. الله يرحمك يا عبود. بس ما بعرف ليش كان قلبي كتير مقبوض وما كنت مرتاحة بنوم. لا تطمني. بتعرف إنه صار لي 3 أيام ما نمت؟ أوف، وليش بقى؟ من الكوابيس تقبرني، كنت كل ما حط راسي على المخدة شوف كابوس وما أقدر نام. ان شاء الله سلامتي. تعال تعال. كيف يا حبيبي؟ دخيلك يا عمي. ولك كيف كان لك قلب؟ لك كيف كان لك قلب؟ ولك كيف؟ اشتقت لك تقبري، اشتقت لك. لك رويدة، ان شاء الله الف الحمد لله على السلامة. شلونك مرت اخي؟ لك ان شاء الله بيقطعوا لاخوك وبيجيبوا لك اياه شقف ونتف. ولك يخرب بيتك، الله لا يوفقك. قالوا عملت لك قيمة ونازلة سلم عليكي. انت ما حدا عتبان عليك تنزلي تسلمي عليها او تفرحي برجعتها. اي أيوة وبالناقص عبدو بتفهمها لمرتك؟ لا بتعرشنا ولا بنعرشها. الله يرضى عليك خالتي، قوم اطلع لقطك، من هون لبكره بيحل الف حلال. ما قلت لي خال شلون جرحان؟ يبعت لي حمى وقع من على الفراس وفات برجله عود يابس. قوم تقبرني الله يرضى عليك. قوم قوم ابو عمر، قوم نام وقلك علي بكره الصبح خلي صفوان يطلع او نكتب كتابك عليه. الله لا يوفقك يا صفوان، الله يغضب عليك. اي والله والله اذا ما طلقها لا اذبحه بايدي. هاي الشباب. هلا بشباب. هلا هاي شو الشباب؟ أبزدي أبزدي. يا حي الله الشباب. على السلامة يا شباب. على السلامة يا شباب. على السلامة يا شباب. هلا سلام عزة. سلام الله. اطمنوني إن شاء الله بيت بالويش. بإذن الله. طيب وينه العقيدة فهد وابن عمر؟ وينهم وينهم بيت الشباب؟ الحمد لله على السلامة. أبو رضا استشهد. يا والله يا ابي
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعوض الجميع يا ابو رضا ويجعل مسواك الجنه. الله عليك يا ابو رضا. قلت لي يا محجوب ما حدا شافك تفايت لهون؟ ما حدا شافني. ما قلت لي مبسوط بالقعده بالبيت؟ لوخ اني مبسوط. يا علي الحلال ما انا بطول الليل ريحه ابن نجيب فايحه بالبيت كله. شو صار معكم امبارح بالحاره؟ ما صار شيء اخي. كبارية الحارة راسن ومية سيف بدهم ياك تطلق. سيدي وانا ما رح اطلق. يا ابو عدنان يا ابو عدنان، انا برايي تطلق يعني مو ناقصنا مشاكل. لك انه بسوء وضاح احسن مني لحتى كلياتكم واقفين معه. لك يا اخي وضاح ما انه احسن منك وما انه واقفين معه، بس رويدة كانت حرمته على سنة الله ورسوله. ايه وهلا صارت حرمتي. انت متغير يا ابو معجوب ها؟ من يوم تلي اجا وضاح انت متغير خير الله. انا تغيرت؟ اعوذ بالله، شلون هيك؟ ايه سيدي ايش كان ما كنت متغير. كنت هلا رحت لعندها شحط لي اياها لهون من شعراتها. لهون؟ ايه لهون. حرمتي ولا ما لها حرمتي؟ لك معلوم حرمتك. بس وين صفوانو؟ شو نسيت رشدي؟ نسيت وضاح؟ نسيت العقيد؟ لك ابوك صافف مع وضاح؟ تبلغصت القصة ها؟ ايه شو علي؟ خليها هيك وقف. صحيح محجوب، بدي اتصل لعندي على المحل بمعيتها، في بدرج المكتب شنتاي بدي اياها فيها اوراق لازمين لي. ايه شو علي؟ لك استنى وين رايح؟ مسيك هاي المفتاح. السلام عليكم. الله معك ميسرة. أهلين خالتي. شلونك اليوم تقبرني؟ الحمد لله. كيفك أخي؟ أهلين أختي أهلين. شو طبختي لنا اليوم؟ اليوم عملت لكم أكلة محاشي. والله أنا بحب المحاشي. شو وين صوري؟ رح دور على صفوان. أها صرنا من الصبح عم ندور عليه وما كنا نلاقيه. إلا ما نشوفه خالي، إلا ما نلاقيه، بعد ما سمع بالقصة يمكن متخبي بالسقيفة. بالسقيفة؟ معقول يكون متخبي بالسقيفة؟ ابني وأنا بعرفه خا. ها؟ هلا انت عم تحكي عن صفوان من جوات قلبك؟ ايه من كل قلبي. طيب اذا قلت لك بدنا نروح لعندكم على البيت ودور عليه بذات نفسي، بتروح ولا ما بتروح؟ اه ايه بروح. لا والله بغلاوة امك وابوك ما بتروح. ليه خالتي؟ لانه اذا تواجهت مع صفوان بده يروح واحد على الحبس وواحد على التربة بعيد الشر، هي رشدي بيروح على وعدك. ايه ايه كمان بصير والله كمان بصير. ما قصرنا فيه، روحنا له شي سبعة من قتله هي غير الجرحى. يا سيدي الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. تعرف أبو خيرو؟ تفضل. عم فكر ساوي عزاء أبو رضا هون عندي بالبيت. لا ما في داعي. ليش؟ أخي مين بده يعزمين؟ ما نحن كلياتنا انفجعنا بأبو رضا. الشغلة الثانية ما بدنا نعلن هلا عن استشهاده. ومثل ما بتعرف إنه المرحوم كان ملاحق جريمة قتل. ما إذا هلا أعلن استشهاده راح يصير سين وجيم وين كان متخبي وشو سبب الوفاة وكل هذا مو لمصلحتنا. إيه والله بهي معك حق. والمواجهات مع الفرنساوي كانت تصير كلها تبرات الشام وبالغوطة، مشان هيك بدنا نهاجم الكومندان مقر قيادته. قصر العضو؟ إيه نعم، والخطة صارت جاهزة. ونحن جاهزين. والله محيي أصلك. معناها بقيان نجيب سلاح من المزرعة. ما في داعي للمخاطرة، السلاح مأمن. رح يأمنون لنا شوية سلاح ويبعثوا لنا إياه. المهم يكون عنا بيت قريب من الحارة وآمن. موجود. وين؟ هون بالحارة، بيت أبو نجيب. أنا بحكي مع أخوك فارس وباخذ له المفاتيح. هلا بيت أبو نجيب عز الطلب، المهم ما يشتري الواطي صفوان. لا، إيمو من بالك، أصلاً هو صار له فترة هربان مرات الحارة. وهي حطينا ضفر العفريت والحنتيك. والله اذا زبطت معك يا فردوس رجع لي ابو صفوان لحتى اعطيك ثلاث مجيديات فوق اللي اخذتيه. يا مو بدنا نشوي شقف ولا كباب؟ بدنا نشوي بدنك. ايوه علينا شو حكينا؟ ولا مثل ما قال المثل. روحي افتحي. يلا. اسمح قولي يجي قبل ما تنطفي النار مثل ما قالت فردوس. مين؟ انا ابوك. افتحي. عدنان
والله طلع كلامك صحيح يا فردوس. وين صفوان؟ ليش شو بدك منه؟ عاوزه. ماله هون؟ حطي على راسي، معي رجدي بنخي. رجدي؟ ما فشل يفوت على هالبيت، والله إذا فات لطالعه من هون محمد. يلا نلع أنت وابن أخوك، روحوا. الله يكسر إيديك، لك الله يكسر إيديك إلهي. لك أنت وحدة قليلة التربية، وأنا كان لازم ربيك من زمان. لك يا زكية حطوا على راسكم طاوة وغطوني هالكردينة، ما بتشوفوا شكلهم. فوت عمي فوت. الله يبعد لك طفر يطلع فوق مظارينك، ان شاء الله ما بتكمل هالنار. شو بدي واستحي على حالك؟ الله لا يوفقكم يا بيت الميلادي. ما لقيته؟ ما لقيته. طلع دور فوق بقطه بالسيف، طلع. لوين راح ابنك وليه؟ قلت لك لوين راح ابنك؟ ما بعرف، والله ما بعرف. الله لا يوفقكم يا بيت الويلات إلهي. رح يجي قبل ما تنطفي النار. الله لا يوفقك يا بردوس، والله لألعن أبوك على أبو اللي حاويني، والله. وبنقعد بالمضافة شوي. لا خالي معلش خليني هون. ايه وبتتسلق لك شوي. والله ماني حسنان خالي، ماني حسنان اشوف حدا دوم. خال تتجوز زكية؟ الي الشرف خال، والله الي الشرف، بس بتعرف انا حالف يمين اني ما اتزوج غير رويده.